ده بقى معاد جرعه الجرامر بتاعتنا، والجرامر بتاع النهارده بيعلمنا ازاي نسال عن اليوم، سواء اليوم بتاع النهارده او يوم امبارح او نسال عن بكره. فعشان نسال عن اليوم هنقول what day، what day، وطبعا what day في بقى عندنا two options او اختيارين، ان انا اسال عن يوم في البريزنت او يوم في المستقبل. ففي الحاله دي هقول what day is today، what day is today، يعني ايه اليوم بتاع النهارده او النهارده ايه. وعايز اسال عن بكره هقول برضو what day is tomorrow، what day is tomorrow. اما بقى لو بسال عن امبارح فهقول what day was، what day was yesterday، what day was yesterday، يعني هو امبارح كان يوم ايه. طبعا الاجابه بتاعتي هتبقى حسب بقى انا سالت. فلو انا قلت مثلا what day is today هقول it's tuesday، it's tuesday. اما بقى لو بسال عن بكره برضه هقول it's اليوم بتاع بكره، سواء بقى tuesday، wednesday، ايا كان اليوم. اما بقى لو بسال عن امبارح فهقول it was monday، it was monday، يعني امبارح كان يوم الاثنين. اما بقى لو بسال عن الحاجات اللي انت بتعملها او الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها في اليوم ده هقول what do، what do، وهنا في two options، يا اما اقول what do او اقول what does. فلو انا بسالك انت عن اللي انت بتعمله هقول لك what do you do on مثلا يوم الجمعه، فهقول لك what do you do on friday، what do you do on vacation، وهكذا. اما بقى لو بسالك انت عن ناس كتير تانيه فهقول لك what do they do، what do they do on Friday، يعني هم بيعملوا ايه يوم الجمعة، what do they do on Friday. اما بقى لو بسألك عن حد تاني، يعني بسألك انت لكن ما بسألكش عن نفسك انت، انا بسألك انت عن حد تاني، عن راجل تاني او ولد تاني، فحقولك what does he do on Friday، what does he do on the weekend. ولو بسألك عن بنت هقول لك what does she، what does she do on Friday، what does she do on the weekend، وهكذا. والإجابة بتاعتك هتبقى حسب السؤال. فلو بسألك انت عن نفسك هتقول I مثلا go rafting، I play video games، I play football، وهكذا. أما لو بسألك عن ناس تانية هتقول they play، they play football، they play video games، وهكذا. ولو بسألك انت عن راجل تاني هتقول او هتجاوب تقول he has مثلا he has coffee. لو انا بسألك عن القهوة عايز تقول have coffee فهتقول he has، مش هتقول he have، فهتقول he has coffee. او ممكن تقول مثلا she listen، وهتضيف لها s فهتقول she listens to music، she listens to music. نفس الحكاية أي verb هتضيف له S فتقول she أو he plays video games، he goes to أو he goes مثلا swimming for example، وهكذا. وآخر حاجة هنختم بيها الحلقة بتاعتنا كالعادة هي الكوت، والكوت بتاع النهاردة بيقول every long journey only starts with one step so take it. Every long journey معناها كل رحلة طويلة، كلمة journey معناها رحلة. Every long journey يعني كل رحلة طويلة only starts with one step، يعني بتبدأ ب one step يعني خطوة واحدة. So take it يعني لازم تاخد الخطوة دي علشان تبدأ الرحلة الطويلة بتاعتك. فالكوت بيقول every long journey only starts with one step so take it. وبكده يكون خلص حلقة النهاردة. أتمنى تكون استفدت منها. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهات وتتدرب أكتر وتعمل conversations أكتر وتتدرب في موضوعات وtopics أكتر مع كورس الكمبليتو اللي هيساعدك تتعلم إنجليزي من الصفر للاحتراف خطوة بخطوة. أنا اسمي أحمد حسن وأنا في المساعدك تتعلم إنجليزي من الصفر.